موقع أنا السلفي. بسم الله، هذه دقيقة عقدية عنوانها تعريف الكبائر. فتعريف الكبائر اختلفت فيه أقوال الصحابة والتابعين وغيرهم من العلماء، فقيل هي كل ذنب ترتب عليه حد، وقيل هي كل ذنب أتبع بلعنة أو غضب أو وعيد بنار أو عقوبة، وقيل هي كل ذنب يشعر فعله بعدم اكتراث فاعله بالدين وعدم مبالاته به وقلة خشيته من الله، وقيل غير ذلك. وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة تسمية كثير من الذنوب كبائر على تفاوت درجاتها، فمنها كفر أكبر والعياذ بالله كالشرك بالله عز وجل وكالسحر، ومنها عظيم من كبائر الإثم والفواحش وهو دون ذلك، يعني دون الكفر، يعني كقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، والتولي يوم الزحف، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وقول الزور، وقذف المحصنات الغافلات، وشرب الخمر، وعقوق الوالدين، وغير ذلك. قال ابن عباس لما قال بعض القوم هي سبعة، قال هي إلى السبعين أقرب، هي إلى السبعين أقرب منها إلى السبع. والحقيقة إنه من تتبع الذنوب التي أطلق عليها أنها كبائر وجدها أكثر من السبعين، فكيف إذا تتبع جميع ما جاء عليه الوعيد الشديد في الكتاب والسنة من يعني إتباعه بلعن أو غضب أو عذاب أو محاربة أو غير ذلك، فإنه يجدها كثيرة جدا. نسأل الله العفو والعافية، والحمد لله رب العالمين.